فصيل عسكري ثالث يدخل الصراع المستعر في السودان، قوات شبه عسكرية حضورها في منطقة ما يبث الرعب في النفوس، وارتبط اسمها بانتهاكات واسعة في إقليم دارفور وكردفان. وصاحب نزولها مؤخراً إلى الشوارع جدل وخشية من اتساع دائرة القتال. فما هي قوات أبو طيرة السودانية؟ قوات الاحتياطي المركزي السودانية تعرف باسم أبو طيرة نسبة إلى شارة تتمثل في طائر أسود على زي عناصرها. هي وحدة شرطة عسكرية تقع رسمياً تحت مسؤولية وزارة الداخلية، وتعمل بموجب ولاية قانون قوات الشرطة لعام 1992. التاريخ الدقيق لإنشاء هذا الجهاز غير معلوم، على الرغم من أن بعض الخبراء أرجعوه إلى وقت ما في السبعينيات. لكن ذاع صيتها في عام 2004 إثر اندلاع الحرب في دارفور، عندما تم دمج أعداد كبيرة من أعضاء ميليشيا الجنجاويد في صفوفها، كما استخدمت حكومة السودان شرطة الاحتياطي المركزي لتعبئة وتدريب وتسليح المدنيين في دارفور كجزء من عملياتها هناك. وكذلك جندت أطفالاً في دارفور بين عامي 2006 و2008. وفي العام نفسه هاجمت قوات أبو طيرة منطقة الطويلة في شمال دارفور، مما أدى إلى نزوح ما يقرب من 20,000 شخص، مع وقوع عمليات قتل واعتداءات عنيفة واغتصاب خلال الهجوم. بينما وثقت منظمات حقوق الإنسان تورط شرطة الاحتياطي المركزي في قصف وتفجير الأحياء السكنية في كادوغلي عاصمة جنوب كردفان، ونهب وحرق المنازل والقتل خارج إطار القضاء واعتقال عشرات المدنيين تعسفياً. ووفقاً لتقرير صدر في أغسطس آب عام 2011 عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإن قوات أبو طيرة ارتكبت ما يمكن أن يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. مع بداية النزاع السوداني في جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2011، شاركت قوات الاحتياطي المركزي في القتال إلى جانب الجيش السوداني ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان في الشمال. كما أشارت تقديرات في عام 2017 إلى أن أعداد قوات الاحتياطي المركزي تقارب 80,000، منهم 20,000 مقاتل في دارفور و 40,000 متمركزون في العاصمة الخرطوم. أشهر قائد مر على قوات أبو طيرة هو زعيم الجنجاويد السابق علي كوشيب، الذي تلاحقه 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، والذي سلم نفسه لمحكمة الجنايات الدولية عام 2020. كما أن أحمد هارون الحاكم السابق لجنوب كردفان، والذي صدر بحقه أمر توقيف من الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على علاقة بقوات أبو طيرة. في عام 2022 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أبو طيرة لاستخدامها القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات النشطاء المدنيين والمتظاهرين ضد الانقلاب العسكري في 25 من أكتوبر عام 2021، وهي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسة سودانية بعد سقوط نظام البشير السابق.